الماضية 2016. فكم ماضون حتى معرفة مصير أبنائكم بإذن الله تعالى وهم أبناؤنا. إغلاق معبر رفح اليوم 624 مقابل فتح 42 يوم. إن ضيق التعامل مع أحداث الجريمة وما تبعها من قبل السلطات الأمنية المصرية يثير لدينا العديد من علامات الاستفهام والتساؤل والتعجب، حيث ظهرت عدم المبالاة بأحداث الجريمة وعدم التعاطي جديا معها منذ اللحظة الأولى لوقوعها وحتى هذه اللحظة، كون هذه الجريمة قد حصلت وجرت أحداثها على أرض مصر وفي منطقة السيادة الأمنية المصرية، كما ظهرت عدم المبالاة من قبل السلطة الفلسطينية ممثلة بمؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة، حيث أنهم لم يتحركوا حتى هذه اللحظة باتجاه هذه القضية، وكأن هذه الجريمة قد حصلت لمواطني دولة أخرى أو مواطنين من المريخ. إخواننا في مصر الشقيقة، كون هذه الجريمة وقعت على أرضكم وفي حماكم، أطلقوا سراح أبنائنا المختطفين وبالسرعة الممكنة. لا ترجعوا قلوبنا أكثر من ذلك. يكفينا عام من المجهول، يكفينا قهرا وظلما. ثانيا، ندعو المسؤولين في السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبهم ومواطنيهم، وعلى رأس المسؤولين مؤسسة الرئاسة، وزارة الخارجية، السفارة الفلسطينية في القاهرة. ابحثوا عن أبناء شعبكم، اهتموا ولو قليلا بقضيتنا. ندعو مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات العلاقة القيام بواجبها تجاه حقوق الإنسان في حرية السفر والأمن، أن تقوم هذه المؤسسات بواجباتها في الحفاظ على حرية الإنسان في الحرية والأمن والسفر. وأين أنتم من قضية التغييب القسري؟ وأن تعمل هذه المؤسسات كل ما في وسعها في سبيل الإفراج عن أبنائنا ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم. الاختطاف التي حصلت من داخل باص الترحيلات في القانون الدولي والقانون